صديقي سبونج بوب، أنا أحبك جدا وأحب أصدقائك في المحيط، لكنني مشتاقة لك كثيرا لأنني لم أشاهد برنامجك منذ فترة، فلقد بدأت المدرسة وفي وقت البرنامج أكون في مدرستي أخذ الدروس الممتعة من معلمتي الجميلة. أرسل هذه الرسالة وأنا أتمنى أن تصلك لتغيير وقت البرنامج حتى أتمكن من مشاهدته. صديقتك مرح. يا مرح، حان وقت النوم. حسناً، رسالتي الصغيرة، طيري في الهواء، طيري بعيداً حتى تصلي البحر، وهناك ابحث عن صديق سبونج بوب واسقطي في يده حتى يقرأك. أتمنى أن تصلي بسرعة. Thank you.
جيد، ولكن كيف تدعوها؟ بسيطة أختي، بسيط بسيط. ركز أكثر أكثر، بسيط. المسألة بسيطة أختي. بسيط، سنفاجئ مرح ونجمع قوتنا، ومن ثم سندخل إلى أحلامها ونحضرها من خلال أحلامها لتقضي وقتا ممتعا معنا في قاع المحيط، ثم تعود قبل الصباح. فهمت الآن. وأخيرا، ولكن لدي سؤال. ما هو؟ من هي مرح؟ وكيف سنحضرها؟ ولماذا سنحضرها؟ ومتى سنحضرها؟ وبالمناسبة، ما دخل أختي بسيطة؟ اصبر، يبدو أننا سنمضي شهرًا آخرًا في شرح الخطة لبسيط. بسيط ماذا؟ صديقي ركز أكثر أكثر. بسيط، افعل ما يطلب منك. ششون، أكنت تتنصت علينا يا ششون؟ قناديل البحر، قناديل من كل الأشكال والألوان.
أحبك. سنمشي وصيد. لا أريد اسمه أجمل، ربما تهرب القناديل حينها. أهلا يا مرح، أهلا يا بسيط. مرح ضيفتنا، يجب أن تبقى معنا ونفعل ما تريد. إنها تفعل ما تريد مع شمشون وصلبة، وهي سعيدة جدا معهم. هيا بنا نصطاد. هيا. يا سلام. يا سلام. شبوت. نعم يا شبوت. على فكرة مرح سعيدة معنا. مرح ملوحة مراريحه. ألست سعيدة معنا؟ بصراحة لست سعيدة جدا. لماذا؟ ظننت أن قائد محب له لعب ومرح، لكنني منذ أن وصلت لم ألعب أي لعبة، وكل الوقت تذوق مقرمشات لا أحبها. أقترح أن يغلق مطعم مقرمشات. هنا ولا سمكة واحدة، لكن على سطح الماء
يوجد الكثير من الأسماك، حتى قناديل البحر قد هربت. ماذا؟ قناديل البحر هربت؟ ماذا سنصيد؟ ليست المشكلة ماذا نصيد، المشكلة كيف سنعيش إن وصل التلوث لمنطقتنا؟ وهل سنمرض إن وصل التلوث إلى مياهنا؟ طبعا سنمرض، وقد قد ماذا؟ أنت تخيفني جدا يا سمون. وأنا أيضا خائف. هيا هيا بنا نعود، فقد بدأت أشعر بدوار في رأسي. وأنا أيضا أشعر برأسي في دوار. ماذا؟ قنديل في عيني. ماذا؟ أنفي في حلقي. ماذا؟ ما رأيكما مثلا الآن؟ وبعدها تفهمان علي. هيا لنخبر الأصدقاء ونبحث عن حل. لقد تأخروا كثيرا. ما رأيك أن تذهب وتبحث عنهم؟ اذهب أنت، فأنت أسرع مني. ماذا تقصد؟ هل تسخر مني؟ أقصد أن أرفعكما جدالا، يجب أن أطمئن على سبونجبوب وشفيق وبسيط. قد عدنا. يا رأسي. سبونج، لقد خفت عليك كثيرا. وأنا ألم تخاف علي؟ ألست صديقكم أيضا؟ خفنا عليكم، المهم الآن هل عرفتم سبب المشكلة؟ أية مشكلة؟ بسيط. المشكلة إنه التلوث يا شمشون. شمشون هيا تكلم بسرعة قبل أن يفلس وضعه. إنها فكرة ممتازة. أتشو، بصراحة لم نعرف السبب بالتحديد، لكنه على الأغلب بسبب نفايات ألقاها البشر في البحر. البشر؟ نعم البشر. يا رأسي. في فرح، يبدو أن البشر قد رموا نفايات كثيرة في البحر ورموا أوساخ فلوثوه. أوساخ؟ هل تشعر بالدوار يا شفيق؟ أجل يا سبونج بوب. صدقوني إن التلوث اليوم مختلف ولم أشاهد مثله من قبل. إذا فالأمر خطير. خطير جدا. يا إلهي. ليتني لم أكن سمكة. القاع المحيط لماذا؟ أنا آسفة يا أصدقاء. بسيطة أختي. لا بسيط. مرح، ليس ذنبك، ولكن عندما تعودين إلى بيتك أخبري أهلك وأصدقائك أن لا يرموا الأوساخ في البحر كي لا يلوثونا. هذا إن عاد. يا إلهي. ماذا تقصد؟ لقد قلت إن الدخول لأحلام مرح وإحضارها إلى هنا يحتاج لطاقة كبيرة. هذا صحيح. هذا يعني أن إعادتها إلى بيتها يحتاج لطاقة كبيرة أيضا. هذا صحيح. يا أذكياء، إذا وصل التلوث إلى هنا سنمرض جميعا ونفقد طاقتنا عدة. ولن أعود إلى بيتي. بسيطة أختك. لا يا أذكياء، المسألة بسيطة. مرح، ادخلي إلى بيتي وارتاحي قليلا، ربما نجد حلا لهذه المشكلة. يا أصدقاء، لماذا لا تعيش مرح معنا؟ لحظة، لا أظن أن مرح تستطيع العيش تحت الماء يا بسيط. هذا صحيح، إنها هنا لأننا أحضرناها في الحلم، لكنها لا تستطيع أن تبقى مستيقظة تحت الماء. بسيط، وماذا سيحدث إن لم نستطع إعادتها؟ لن تستطيع الخروج من الحلم، وربما لا أعرف بالتحديد، لكن الأمر خطير. ما أكثر الأمور الخطيرة اليوم يا أشبر. أقترح أن نجمع قوانا الآن ونسرع بإعادتها قبل أن يصل التلوث إلى هنا. فكرة ممتازة، هيا لننفذها في الحال. هيا وأنا سأبدأ بالعودة. هيا يا بسيط. هيا جاهزون. جاهزون. مستعدون. مستعدون. واحد هيا بجرعة يا بسيط. حسنا سيد سلطة. واحد اثنان. يبدو أنك لن تتابع العد يا سلطة. شفيق. يا مجساتي. لم يبقى سوى ساعة واحدة لطلوع النهار. أعرف. وشفيق ما زال مريضا. يا خيشومي. شفيق. مصيبة. مصيبة أخرى. أجل مصيبة، التلوث ولا يصل إلى هنا. مصيبة.
بسيط، لا نستطيع أن نهرب ونترك شفير. بوج بوج، سنحمله ونأخذه معنا. أجل، وأنا ماذا سأفعل؟ بسيطة، ستهربين معنا. لكن الوقت سيمضي ولا نتمكن من العودة. مصيبة يا مصيبة يا مصيبة. اسكت أنا، يجب أن نجد حلا بسرعة. ابحثوا عن الحل، أما أنا فسأحضر أشيائي للهرب. يا حبيبي فقدنا واحدا آخر، بقينا أربعة فقط. يجب أن نتصرف بسرعة يا معلمي. ومن أين سنبدأ؟ لدينا أربع مهام. أربع مهام، وإيقاظ مرح وإعادتها إلى بيتها. هذا صحيح. ومن ثم إيقاظ شفير. أجل، إيقاظ شفير. ومن ثم إيقاظ قاع المحيط من التلوث. ولكننا لن نستطيع إيقاظ مرح قبل أن نعالج شفير. ولن نستطيع معالجة شفير إن لم نعرف سبب التلوث. إذن يجب أن نبدأ من النهاية. كيف؟ نبحث عن سبب التلوث ونحاول إزالته، ومن ثم نبحث عن علاج للشفيق، وعندما يعود شمسون نقنعه بالعودة، وعندها تعود مرح إلى بيتها. هل سنفعل كل هذه الأشياء قبل أن يصل التلوث؟ نعم، إذا نظمنا وقتنا نستطيع. أين هو؟ أقنعته بالعودة ولكن لديه شرط واحد. شرط واحد؟
العلاج بسيطة. أختي بسيطة يعني أننا سننفذ الشرط. المهم أن يعود، ولكن ما هو الشرط يا بحير؟ شرطا واحدا فقط، يريد الحصول على وصفة مقلشات سلطة. بسيطة. ماذا؟ وصفة ماذا؟ سلطة. وصفة مقلشات سلطة. لا لا، هذا مستحيل. مستقبل مخرجاتي، مستقبل مطعمي. يا خراب بيتك يا سلطة. إذن لن يعود. ما بكما؟ شمور. نعم شمشور. ما به؟ يريد تدمير مستقبلها. يريد الحصول على وسط مقرمشات سلطة حتى يعود. هذا مستحيل. صح، لقد تعبتك فيها. أجل، حتى وصلت لهذه الخلطة. هذا صحيح، ولا يمكن أن أفرط بها مهما حصل. معك حق يا ملح، ولكن يا معلمي إن لم يعد أن تستطيع ملح أن تعود إلى بيتها. لا يهمني هذا. المهم خلطة مقرمشات سلطة لأطيب مقرمشات في قاع المحيط يا شفيق. أجل. نعم. يا أصدقاء إننا نضيع الوقت، بقي 20 دقيقة قبل أن يصل التلوث. 20 دقيقة واحد. حسنا، دعونا الآن نبحث عن سبب التلوث وبعدها أقرر. معك حق يا معلمي. نعم كما تريد. كنت هل عرفت سبب التلوث؟ نعم. ما هو؟ إنه النفط. النفط؟ نعم، نفط أسود يغطي سطح البحر بأكمله. اصبر يا خراب بيتك يا سلطة. تنظيف البحر من النفط أمر صعب جدا. سيد سلطة. نعم. كيف عرفت ذلك؟ طيب ماذا؟ لقد قرأت في كتاب عن تلوث البحار. ولكن يا معلمي الغريب، كيف وصل النفط إلى هنا؟ شبوت! لقد قرأت في الكتب. قرأت الكتب في صفحة 110 أنه يمكن أن يتسرب النفط من سفينة تحمل النفط وتسمى ناقلة النفط، أو من مخلفات السفن التي تتعرض لبعض المشاكل. صحيح يا حبيبي. مهما يكن السبب، يجب أن نجد طريقة للتخلص من التلوث. لا يوجد إلا طريقة واحدة يا بصير. ما هي؟ أن ننظف البحر من النفط. ننظف البحر من النفط؟ هذا هو الحل الوحيد يا فول. وكيف سنفعل ذلك؟ فول؟ إيه؟ لقد قرأت في الكتب أنا وعلينا استخدام وسائل أو معدات لتمتص النفط من سطح الماء وتلقيه بعيدا. عندها يعود النقاء لماء البحر. لكننا لا نملك أي معدات. من نملك؟ نعم أجل، نحن نملك. نملك ماذا نملك؟ ها، سأستعين بأصدقائي الإسفنجات حتى نمتص كل النفط، ومن ثم نذهب إلى الشاطئ وهناك نعصر أنفسنا، ومن ثم نعود إلى المياه كي نغتسل. فكرة ممتازة، وسأنفذها في حال أنا ذاك. لحظة بوند. نعم، لقد قرأت في الكتب أنه يمكنكم أن تمرضون أو تصابون ببعض الأذى. معك حق يا معلمي، ولكننا سننقذ الكثيرين في قاع المحيط. أنا ذاهب يا معلمي. هو ذاهب، أنا ذاهب، أنتم ذاهبين. سيد سلطة. نعم. هل قرر؟ أجل لقد قررت. حسنا. نعم ماذا أقرر؟ ألم تعطي يا شرشون وسط مقرمشات سلطة؟ بسيط. لا يا بسيط. سلطتي حبيبتي، لا يمكن أن أفرط بها أبدا يا بسيط. يا شعري. يا مجساتي. لو كنت مكانك لأعطيت شمشون وسط مقرمشات سلطة. على سيرة المقرمشات، أنا جائع جدا يا سلطة. هذا لأنك مريض، ومن الضروري أن تأكل جيدا حتى تشفى. بسيط. ماذا؟ أحضر وجبة مقرمشات لشفيق من مطعمي فورا. يمكن أن أحضر وجبتان؟ أنا أشعر بأنني جائع أيضا. أنا أحضر وجبتين. حسنا شكرا. وجبتين فقط. شفيق، ستأكل الآن أطيب مقرمشاتي في قاع المحيط. شكراً. عندما تأكل مقرمشاتي يا شفيق ستنسى كل مرضك. شكراً. مقرمشاتي ستمنحك القوة
وتجعلك أجمل يا شفيق. شكرا شكرا شكرا. مقرمشاتي يا شفيق. لا 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 مصيبة مصيبة مصيبة. البطل يا سيد سلطان. ماذا؟ البطل. ما به المطر؟ التلوث وصل إلى المطر واتسخت المقرمشات جميعها وأصبحت غير صالحة للأكل. يا سلام، كل هذه المحاضرة ورد في مقرمشاتك يا سلطان. يا خراب بيتك يا سلطان. هذه ليست مشكلتك فقط يا شفيق، جميعنا سيموت من الجوع إن تلوثت المقرمشات. إذن ماذا إذن؟ ماذا إذن؟ إنها مصيبة مصيبة. لم يعد هناك طعام في قاع المحيط يا بصير. يا له من يوم سيء، كله مشاكل ومصائب. بصير ماذا؟ تعال إلى هنا يا بصير. ماذا تريد يا شفيق؟ من أين سنأكل إذن؟ لا تقلقوا يا سكان قاع المحيط، مقرمشات شمشون الطازجة لكل سكان قاع المحيط. ماذا؟ مقرمشات شمشون؟ نعم، ولماذا أنت مستغرب؟ على كل حال لن تكون مقرمشاتك أشهر. ولست من مقرمشاتي أنا سلطة. عندما تعطيني وصفتك ستصبح مقرمشاتي لذيذة أيضاً. أنت تحلم. بالمناسبة لم يعد لديكم ما تأكلونه، وأنا الوحيد الذي عثرت على مكان فيه طعام نظيف. يا سلام، سنجوع كلنا من أجل الخلطة. فكر جيدا يا سلطة، والآن وداعا. لن تدعنا نجوع، أليس كذلك يا سيد سلطة؟ سنموت إن لم توافق يا سلطة. ولا يمكن أن أعطيه الخلطة أيضا. مرحبا يا أصدقائي. يبدو أنني لن أرى أمي مرة أخرى. يا مرح، فكلنا معك.
الشرير يا شمسون. لا تقل هذا، أنا فقط أبحث عن مصلحتي. لا يمكن أن تكون مصلحتك في مضرة الآخرين يا شمسون. بالمناسبة لم يبقى لديكم سوى نصف دقيقة فقط. هيا يا سلطة، هذه الخلطة. لن يستطيع شرير مثلك أن يهزم الأصدقاء يا شمسون. ماذا تقصد؟ لدينا الكثير من الأصدقاء وسيساعدوننا كي نعيد مرح إلى بيتها. وبالمناسبة لسنا بحاجة لطاقتك بعد الآن. نعم، فطاقة الحب والصداقة أقوى بكثير من شرك يا شمشون. وج بقي 10 ثوان. مرح، هيا بسرعة. وعندما تصلين إلى بيتك أخبري أهلك وأصدقائك أن لا يرموا الأوساخ في البحر كي لا يلوثونا. لن أنسى ذلك، أشكركم يا أصدقاء. إذا لم تنجح خطتي. لا، حسناً أنا سأبدأ بها. هيا يا حسين، مستعدون. هيا بسرعة يا بصير. حسناً 1، 2، 3. Thank you.